سلطة بلبنان سلطة، سلطة معارضة وموالاة بحكومة وحدة مع رشة مستقلين إذا حبوا. بالأساس وظيفة المعارضة خارج السلطة هي إنه تحاسب السلطة لما تغلط، لكن اليوم مين بده يحاسب مين إذا كلهم اجتمعوا بما يسمى حكومة الوحدة الوطنية يلي صارت قاعدة بدل ما تكون استثناء؟ بلبنان بلد العجايب، اختلط الحابل بالنابل. إذا سميت الأحزاب المشاركة بالحكومة أحزاب السلطة بيزعلوا، فايتين على الحكومة ومستحيين على أساس صيت السلطة بلبنان جرصة، وبالتالي بعض الأحزاب بيشاركوا بالحكومة طمعاً بمغانم السلطة، وبنفس الوقت متمسكين بصيت المعارضة كرمال الشعبية. وآخر بدعة تبرير الأحزاب لمناصريها أنه رح نفوت على الحكومة ونفرجيهم، يعني معارضة داخل الحكومة. كيف هاي؟ والتلت المعطل هو كمان معارضة بقلب الحكومة. خد لك بقى، حتى النظام بلبنان حوروه ليصير ضد أي معارضة. مثلاً إذا حزب لبنان كبير قرر يكون بالمعارضة رح تفقد الحكومة ما يسمى بالميثاقية، لأنه الأحزاب اللبنانية الكبيرة هي أحزاب طائفية، وحتى قانون الانتخاب الجديد عزز الخلطة العجيبة الغريبة بين الأحزاب المتناقضة. والسلطة بلبنان صارت أكثر من سلطة، فتوش، شحتين،